السلام عليكم، بنرحب فيكم من الإسكندرية من خلال فعاليات المؤتمر 21 لجامعة الإسكندرية. بنرحب بزملائنا في جامعة الإسكندرية من رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس قسم الأورام ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر زميلنا الدكتور علاء قنديل. أنا سامي الخطيب، استشاري الأورام والكشف المبكر، أمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان ورئيس الجمعية الأردنية للأورام. وبعتقد أنه إحنا في الشباب الأخصائيين في مجال السرطان بنعرف بعضنا من فترات طويلة، طبعا من خلال رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان بتعرفوا أنه في عنا برامج، وهذه البرامج للتوعية والتثقيف والتدريب وفيلوشيب اللي بنبعثها كل سنة إلى دول متعددة جدا، وصرنا باعتين لحد الآن أكثر من 50 طبيب إلى مراكز مختلفة من أوروبا وأمريكا والدول العربية المختلفة. طبعا احنا بنحس هدول الشباب بانهم يقوموا بالتدريب بشكل مستمر، بانهم يحسنوا انفسهم، بانهم يقدموا اوراق من خلال المجلة الطبية الموجودة عندنا لرابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان، وهي الباجول بان ارب جورنال اوف اونكولوجي، اللي بنستقبل فيها كل الاوراق وبنقوم باعلانها ونشرها بشكل مستمر. احنا موجودين على الويب سايت، بتعرفوا انه موقعنا هو الاماك.org، هناك بتقدروا تشوفوا كل البرامج، بتقدروا تشوفوا كيف العضويه معنا، وبتقدروا تستفيدوا من كل الخدمات تبعتنا. بننصحكم بانكم تستمروا بالعلم والتعليم، لانكم انتم اطباء المستقبل، انتم اللي احنا رايحه تكون نوضع نفسنا ما بين ايديكم لا سمح الله في حاله اصابتنا بالسرطان. فكل ما استثمرنا فيكم اكثر، كل ما احنا بنكون مبسوطين بان النتائج راح تكون افضل بكثير. بنحييكم، بنرحب فيكم، بنعلن لكم عن مؤتمرنا القادم البان عرب كانسر كونغرس اللي بنعمله كل سنه، السنه عملناه في تونس، السنه الماضيه في الجزائر، السنه القادمه راح يكون في الخرطوم من 28 فبراير الى 2 مارس. و نطلب منكم جميعا انكم تشرفونا في المؤتمر وتكونوا معنا، وان شاء الله انه بنضلنا كلنا مع بعض وعلى خير، وشكرا كثير لكم.